سبحان الله، مي كتكون الإضاءة عادية طبيعية كتكون مختلفة. تيقوا بيا مصباح وأنا كنحاول نسجل في جهة أخرى، الرينج لايت مضاربة كنبان بحالها مضبة. شو دابا ضربات الشمس هاد الجهة، جيت هاد الجهة وحاولت نصور لكم. السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير، كلشي مزيان، أموركم هانية. فوالا صبرينا معكم فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى هنا الاعجاب ديالكم، الا كنتي انت اول مره دخلتي شفتي هذا الفيديو عجبك دعميني بلايك وسبسكرايب، يلا بديت هذه القناه. وان شاء الله اذا كان تفاعل وحسيت بواحد تفاعل معايا ومعكم غادي يكون بزاف وبزاف بزاف ديال الحوايج زوينين. فوالا فيديو ديال اليوم ما كاينش لاصال، ما كاينش روتينات، فيديو اللي بزاف ديال السيدات وبزاف ديال البنات صبرينا كيفاش كديري لاباس حجاب ساهله طططط، كيفاش كديري هادي، واش كتشري فولار مصاوب مقاد حاطاه. غادي نحاول ندير لكم فيديو يكون صغير بسيط وسهل، وماشي ضروري يكون عندك بزاف ديال الفولارات، وماشي ضروري يكون عندك بزاف ديال الحوايج باش تبني اني قسوه. عندك خريجه صغيره، عرس، خريجه هكا غير دغيا دغيا، ولا كل نهار كل وحده، يعني غادي نحاول نعطيكم بزاف ديال الاشكال وكل وحده غتشوف الشكل اللي عجبها. فوالا بقاو معايا ان شاء الله. وكذلك غادي نعطيكم نصائح يعني في الفولارات، كيفاش بغيتي ديري الشده وما يزلق ليكش، ما كتبغيش الفنيتات كيقجك الفيلين هنايا وكتكوني ماشي هي هذيك. غادي نحاول نعطيكم دي زاسوس اللي كنديروهم انا ومن سنين وباقا كنديرهم، ما عندي حتى شي مشكل. على حسب الكول، يعني الا كان الكول محلول اكثر من هنايا كيف ما كتشوفوا، الا كان يعني الكول محلول وما عندكش يعني تريكو كول مونتي، ولا اللون ماشي هو اللون اللي عندك، ولا شي حاجه وكتبغي تغطي العنق ديالك، هاد الباندات ولا هاد لي بوني، ماشي باندات بلوتو دي بوني، كيتباعوا جميع انحاء العالم. ودابا حتى في امريكا عندنا في الانترنت كيتباعوا في امازون بزاف ديال المواقع. شوفوا غير الكاليتي اللي تكون زوينه، ودائما ملي كتبغيو تشريو من شي مواقع اللي كيكونوا في دول اخرى وما تقدروش ترجعوا، شوفوا الريفيوز يعني ديال الناس شنو كيقولوا، يعني شراو من عند هاد الشركه ويعني شنو كان الرد ديالهم، واش عجباتهم لا كاليتي، واش عجبهم السيرفيس، واش دغيا وصلاتهم لي برودوي ديالهم، واش بقاو كيتسناو، واش فهمتوني. هادي دائما كنقولها، دائما شوفوا الريفيوز لتحت الناس اش كيقولوا. انا لهبط المغرب كنشريهم، هبط لا تركي كنشريهم، شريتهم من هنايا من الانترنت، ما عجبونيش بهذيك ما عرفتش، ما عجبنيش لا كاليتي ديالهم، بحكم يعني كتستعمليهم بزاف خصك تصبنيهم، سواء الشعر ديالك كتعرقي، سواء كيف ما كتعرفوا انا كنديرهم في لاصال كيجيوني ساهلين، وكل مره يعني كنبغي يكون عندي بزاف وتا الالوان على حسب الالوان اللي كنلبس. فوالا البنات هادو حتى لهنايا مزيانه، علاش؟ بعض المرات كيكون الكول ديال القميجه او التريكو او شي حاجه كتكون يعني محلوله فهمتوني، ولكن بعض المرات الا كانت هكا شي شوميز اللي كتكون طالعه في الكول بحال هكا ولا كسوه ولا اي حاجه ساهله البنات. راكم عارفين حنا اللي لابسين هكا الحجاب كيكون صعيب كيفاش تختاري اللباس ديالك وكيفاش يعجبك وتكوني يعني فرحانه، صعيب الحال. انا عارفه بالنسبه للبنات اللي ديري الحجاب عارفه هذا المشكل، ولكن هنا في امريكا كتسولوني كاين البنات، بالعكس انا كنلقى هنايا غير خصكم كل بلاصه تشريو منا حاجه. المهم خلينا في موضوع ديال الفولارات باش ما عارفوني غنبقى ننقز من موضوع لموضوع. انا هكا دايره، المهم كنحاول نبغي نهضر بزاف ديال الحوايج ونوصل الفكره، هادشي علاش البنات هادو الا كانوا عندكم مزيانين كيسهلوا لكم الامور. علاش؟ بعد مرات كديري فولار ساتان ولا كديريه حرير ولا يعني كيكون صعيب فهمتوني، يعني كيكون صعيب هنايا غتحطي فولار على شعرك ما غيتبتش، اما غديري بحال هادو اللي كيتلبسوا او غديري البنات هادو باندات كتكون طويله شويه فوالا كتجبد ليكرا صافي، كتثبتي بها الشعر ديالك كتقادي بها كلشي، كيبقى غير من بعد ملي كتبغي تحطي هذاك الفولار انت غتلعبي به وغتفني فيه. كيفاش صبرينا تعلمتي هادشي؟ انا كنت صغيره درت الحجاب على 15 عام، كانت عندي 15 سنه بغيت نديرو، انا بغيت نديرو وكنت كنديرو بواحد الطريقه مختلفه زوينه، كنت كندير بوندويات، كنت كندير فيليلات اللي دابا خرجوا على الموضه كانوا شحال هادي، انا عجبني بقيت غير انا كنتفنن، يعني باش كنشوف شي وحده او كنقول منها انا التوربان درتها زمان. دابا نحط لكم بعض الصور نبارطاجيهم معكم في الانستغرام، درتها من زمان هذيك التوربان غير بوحديتي، التوربان حنا كنديروها في الدار، الافارقه كيديروا التوربان من زمان، يعني ماشي غير تشفنا شي دول
او شي قلدنا شي ناس عاد بدينا كنديرو، يعني شي حوايج بعد ما كتقلديهم هما كيكونوا غير بنادم كيتفنن فيهم، ولا شفنا شي وحده مشهوره بدات كديرهم عاد حنا كيبان لينا. شي علاش واحد ما يبقاش يتبع الناس، يدير داكشي اللي عاجبو عجبك، تشدي فولار شي شده ديري، المهم كوني نتيايا عاجبك راسك. فوالا هادو البنات كيسهلوا لكم ماموريه. قد ما كانوا عندكم الالوان الباج، لا ما قدرتيش تشري بزاف بيان سور، الباج نوار، كاين واحد الباج كريمي، كاين لو مارون، هادو يعني الالوان اللي غتخدمي بهم في الشتاء، في الشتاء اكثر البنات فهمتوني، بحال هاد لو بوردو حتى هوايا، الوان اللي غادي تقدري نتيا وغتشوفي الالوان اللي عندك. المهم الباج نوار، الابيض، الباج كريمي، المارون، هادو هما الالوان اللي كنحتاجهم اكثر فصل الشتاء. فوالا البنات، كذلك بالنسبه للدور ديال لي فولار هضرت عليهم قبل، قد ما كان الفولار يعني فيه شي ديزاين ولا ساتان ولا حرير كيميز لك اللبسه اكثر، كيعطيها واحد الاناقه، سيرتو الا كنتي غاده خارجه او معروضه كتبغي تعطي واحد لو ستيل الحجاب ديالك. وكذلك الاكسسوارات البنات بحال فيليلات، بحال دي بغوش، بحال هكذا سواء كبار او سواء صغار. طوانق البنات علاش لا، كتزيدي اناقه، ولكن الا كنتي دايره بحال هاد الشده بحال هكا ودرتي طوانق ما كنصحكش، كتباني ما عرفتش في شكل، سيرتو الا كان وجهك هكا عريض او راسك كبير بحالي انا، راسك كان كبير هكا ودرتي طوانق وكنتي لابسه باندا ومزير عليك بحال هكا، ما عرفت ما غايجيش زوين وغتضحكي، ما غايعجبكش راسك وغتضحكي الناس فيك. احسن الا كنتي درتي الحلقات وغديري فوق منه شي ايشارب اللي غتخليه غير واسع كيف ما جا لعبي به، حيت اصلا انت مغطيه العنق، مغطيه الشعر بهاد لي بوني، مغطيه كلشي، كيف ما لعبتي به كيف ما رحتيه غادي يجي انيق. الا درتي طوينكات وخرجتيهم وبان غير لا كولور، سواء انا هادو حطيتهم بحال هكا حيت النمار، ولا ديروهم ديال الذهب ولا ديال النقره، مهم اللي متوفر عندكم غتعطي اناقه اكثر. وبالنسبه لي بروش كيف ما حطيتيه بحال دابا هذا كبير هكذا وعندك لون واحد كنتي لابساه سواء في التاب يعني في الشوميز اللي الفوق او التريكو اللي الفوق والفولار لون واحد، مي غادي تحطي هذا غتشوفي غير الالوان واش غتهرسي به الساك، واش غتجبدي به لا كولور ديال الصباط، انت غتشوفي هاد الالوان كيفاش غتخدمي بهم. وبحال دابا هادو اللي كبار غتعرفي فين تحطي، يعني تحطي هنايا في الاخر ديال الفولار، ما تجيش وغديري هنايا فهمتوني، غتعرفوا كيفاش غير تلعبوا بدوك الاكسسوارات اللي عندكم و غتقدروا يعجبكم راسكم. بالنسبه دابا هاد لي بوندو هضرت عليهم خرجوا على الموضه، راه كاينين بحال دابا هذا دو فولور، كاين الشبكه، كاين الحجيرات، خارجين دابا كاع الماركات داروهم، زارا، فوريفر 21 بالنسبه للبنات اللي في امريكا راه كاينين عندهم، كاينين اونلاين، كاينين كاع الماركات. هادو البنات هما كيعطيو واحد لو ستيل انيق للفيزا، سواء دايره الحجاب او ما دايرهش الحجاب، غدا حفيله في الليل صهيره بغيتي ديري، بغيتي الصباح ديري، عندك غير شي فطور مع صاحبتك ولا شي غداء ولا شي حاجه. المهم فوالا، كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم الغزالات، بقاو معايا حتى الاخر وغتشوفوا لي زيتاب كاملين، واي سؤال واي حاجه غادي نحاول نخلي لكم معلومات في صندوق الوصف، واي سؤال خليه ليا في لي كومونتير كنحاول نجاوب لي كومونتير كاملين ديال البنات. وفوالا انتم معايا،